فيكم فيديو جديد قناة بي بلدر. اليوم عندي فيديو جديد وفتح قبل ما يجي. What's up bladers, today I have a special unboxing for bladed bears. I'm just covering my address. I just received this package. انا غطيت بس بالورقة هاي كنت ماسكها مغطي عنواني عنوان البيت وهيك. Bubble wrap and yeah, K2 and V2, Valtric V2 and Kerbis K2. I received this, I bought them from a company like called Cash Bash. Yeah, they deliver to home and they costed me this bag, okay, $15, but with the shipping, customs and everything to my house, $30 US. 30. Yeah, هاي كلفتني $30 امريكي مع كل شيء والشحن وصل و يعني بيطلع 23 دينار اردني. يعني السعر منيح. المفروض انه الواحد يكون حقه $10 $22 وهم طلعوا 15. بس يعني ما بتعرفوا الشحن والضرائب والاشياء. By the way, I will be talking in Arabic for my other channel. A lot of people unboxed these in English, so yeah, no one cares for me. Just unboxing for Arabian viewers. So yeah, راح افتح انا فيكتوري فالتريك بيبلد بيرس من هازبرو. هلا راح افوت بكل تفاصيله. هذا اول فتح علبه بيبلد بيرس بالعربي. حتى انا فتحت اول شيء ربحت واحد من زانكي, بس هدول مش من زانكي. طبعا عندي هون كيربيس القديم اللي ربحته, طبعا صار معه اشي وراح احكي لكم قصته بالفيديو الجاي اللي راح افتح فيه هذا كيربيس K2 الثاني الجديد اللي جبته. راح افتحه راح احكي لكم قصة هذا شو صار معه والتكسر اوكي. فراح احطه على جنب. هذا راح افتح اليوم فيكتوري فالتريك. فيكتوري فالتريك زي ما شايفين بيبلد بيرث. لحظة فوكس على الكاميرا غبشت اوكي. هون في شعار بيبلد بيرث كبير, فالتريك في 2 3 قطع, لاير ديسك الدرايفر وجهاز اطلاقه. هون شعار هازبرو الاصلي الامريكي. وهلا بحكي لكم الفرق بين الاصلي الامريكي والياباني. هون نقاطه وبصرشوت, طبعا كلهم غلط بس هيك محطوطين للاولاد الصغار. هون مكتوب نوت فور ريسيل, انه تقدرش ترجع تبيعوه, لانه عاده بيجوا بالتو باكس مثل هدول. يعني هذا واحد حقه $10 واثنين بيجوا المفروض انه يكونوا حقهم $20, بس هم بالمحلات بيكونوا $10. يعني بيجوا اثنين نفس سعر واحد, وبما انه اونلاين صاروا $15 و يعني مع الشحن عنا فكلف كتير. يعني هو منيح بالنسبة لهم, يعني نفرض واحد شرط كارتون اثنين 15 بيطلع $30. يعني انا شريت 23. فيلا نفتحه وانا اشرح لكم كل شيء. بيش اخرب العلبة فراح افتح شوي هلا. اوكي, when you open it like this, تفتح قصدي طلع لك الريب كورد. في عنا اجهزة ورقة تعليمات. من ناحية الوقت اخدوا بس 6 ايام. يعني جد راح احط لكم رابط الكاش باش هالشركة او يعني الموقع تبعهم. هو دايما تشتري من امازون عادي هم بجيبوه. وهي البلبل كتير حلو. هلا راح اقيم شوي مغلفين هم طريقة صعبة شوي مش اخربها. واخيرا قدرت اطلع كل شيء. راح اشرح هلا كل شيء. اول شيء راح اشوف ورقه التعليمات على السريع اشرح لكم فيها. مع هذا هازبرو الاصلي الامريكي, والياباني احسن بس برضه الامريكي منيح. هون كيف تركبوه, طبعا في اكثر من لغه انزو هون بس انه جمعوهم هيك عشان بيروح لاوروبا كمان. هلا هو نافعنا النقاط. اول شيء رينج اوت فينيش بتطلع خارج حلبه في عندك نقطه واحده. سيرفايفر فينيش توقف عن الدوران تاخذ نقطه واحده. على البيرست فينيش تعمل لخصمك بيرست هي نقطتين تاخذ. وعاده بوصل 3 نقاط اول هو الفايز. يعني كل واحد بيقدر يحدد يفضل رقم فردي عشان يكون اسهل. اول شيء يجي للقطاع جهاز الاطلاق ريب كورد. طبعا اللي ما بيعرف اجهزه الاطلاق بقدر نوصلهم مع بعض. انا عندي تبعي مكسور تبع كيربيس انا بلعب فيه انكسر. وفي هون كان خزانة بس مشان عم ننقل البيت هيها فيعني عادي لو طلع منظرها, بس عم ننقل فكله هون مبربش وحالته حالة مشان نغير وهيك. المهم انه ما بيعرفنا بدنا نحط اجهزة اطلاق مع بعض. بتقدروا طلعوا بلبلين مع بعض. هاي مكسورة فبينفع من فوق من تحت
وبس على بكون هون بلف اكتر شوي. هلا هذا مكسور فما يصير عندي التاني افتح الكيربياس تاني بكون منيح. اوكي هاد جهاز اطلاق اسرع لانه الفيديو حيكون طويل. اول شيء عندنا اللاير هي اول قطعة. هلا بيبلد بيرث البلبل بتكون من 3 قطع. بالبيبلد بيرث جود اكتر اشي الحديث هلا في اول شيء اللاير وفي هذه قطعة بلاستيك بالنص. هي 1 2 3 يعني 5 قطع بكون الحديد في لها بلاستيك وهي كمان لها بلاستيك بالنص. يعني بيعملوا لها زي برغي حديدة هيعملوا لها. انا هلا الفيديو قديم فممكن بيبلد بيرث بس نزل بشهر 8 اللي هلا عم تحضروا يكون نازل. انا هلا لسه ما نزلش بالاردن ولا بالوطن العربي بشهر 5. هون في كيو ار كود للعبة بتعملوا سكان بصير عندكم البلبل باللعبة. اللعبة مش متوفرة عندنا بتقدروا تنزلوها من خلال مواقع بتغير الأماكن بتصير كندا أو أمريكا بتنزلوها. هاي الطبقة طبعا هون الفرق بين الدكار وتم الياباني هون بكون في أسنان اسمه متيث التكار توم الياباني يعني بس تحطوا هذا هيك بصير تك 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 بلف تطلع لفة. فالهازبرو بكون في سلوبز زي هيك بتنفشوا. هلا فرجيكم كيف بس ركبه. عندنا بس الحديدة اسمها شو اسمها هاد فيكتور فالتريك بوست اسمها بوست بعرفش بالعربي ايش حيسموها. وهذا اسمه فاريبل قطعة مطاط عليها قطع صغار بدوبوا بسرعة. تكارتومي المطاط تبعهم خشن شوي. هاي لحظة ايش ما عم تركز الكاميرا. تكارتهم شوي بكون خشن. هاد بكون قطرة يعني القطرة لازم يكون نوع مدافع عاد مهاجم. تعال نركبه ونسمع صوته. هم السلوبس هدول هم السلوبس انه هيك بدخل لو تكارتهم الياباني هيك كل ما نحطه تك 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 هيك زي 4 طقطق بطقطق وها حلو. وشكرا لمتابعتكم الفيديو. لا تنسوا تشتركوا في القناة. هذا طبعا بلبل مهاجم. واذا عندكم اي اسئلة عن البلبل احكوا لي تحت بخانة الكومنتات تعليقات. وراح اترك لكم رابط موقع كاش باشا اللي شريت منه وهو بوصل للاردن والسعودية بس. كثير حلو البلبل وانتظروا في كثير مباريات لإله. وشرح تفصيل ليش الكاميرا عم ضلها تزيح. اسف انا تارك امتحان انجليزي بلشت فاينل بخلص بعد 3 اسابيع. فيعني الفيديوهات هلا راح نزلها تكون مش كثير حلوه او قديمه. وشكرا للقناه شكرا لمتابعتكم الفيديو. لا تنسوا تشتركوا في القناه وتشوفوا الفيديو هذا راح انزله بعد شوي او انا راح افتحه هلا ما بعرف امتى بنزله. شكرا للدعم. لا تنسوا انه لما اوصل 1000 مشترك في سحب على بلبل فارس الظلام. لحظة اجيبه حطه بكيس انا اختفى يعني دقيقة. لما اوصل 1000 مشترك في سحب على بلبل فارس الظلام. هاي عندي هذا تبعي المفتوح القديم. واحد جديد تربحوه يعني ببلاش. بس اوصل 1000 مشترك بعمل مسابقة وراح انزل فيديو بكل تفاصيل. اشتركوا في القناة عشان لما اسوي المسابقة تشوفوها.